بارك الله فيك سيد المندوب. بالنسبة لنا المجال نتاع الصناعة التقليدية هو مجال واعد، وكما نشوف في برشا معناها وخيان وصلوا حتى للتصدير عن طريقكم، ومعناها فما برشا خدمة نجم نخدمها كشباب. سيادتك حكيت على الناس اللي قارية البزار، فما ناس ماهيش قارية أوتوديداكت وعملوا مشاريع ونجحوا فيها. هذا شنو حبيت نزيد نأكد عليه. توا باش نمر الكلمة للسي فوزي سعد، ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. يقولوا فلاحة معناها بحر وفلاحة. يعطيك الصحة مرحبا بكم الأخوان الكل. في البداية نحب نشكر شكر خاص على التنظيم المميز والاستقبال الحار هذا قبلتونا به. فوزي سعد مهندس ورئيس مصلحة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اللي نعبر عليها هي لابيا. الوكالة هذه تعطي امتيازات الدولة في المشاريع المتعلقة في الفلاحة، الصيد البحري، الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري، كذلك التحويل الأولي أو الصناعات الغذائية ما بعد الإنتاج. أول حاجة الامتيازات هذوم نفاش يتمثلوا، الامتيازات هذوم يتمثلوا في امتيازات جبائية اللي هي إعفاءات جبائية كما نقولوا الـ TVR، تاخذ الماتريال اللي تخدم به ولا حاجة كيما هيك للمشروع نتاعك أور TVR. وفما امتيازات مالية اللي هي منح تعطيها الدولة، المنح هذه تعتبر هبات غير رجوع، توصل المنح حتى في قطاعات معينة حتى 60% المنحة من كلفة العملية الاستثمارية. كذلك فما منح خاصة بالمشروع وفما منح خاصة بالباحثين الشبان اللي كيفكم انتوما، إضافة على منحة المشروع فما منحة إضافية تعطيهم الباحثين الشبان هذولا. نحب نقولوا على المشاريع الفلاحية، كل ما يهم إنتاج فلاحي خاصة استراتيجيات الكل كيما تربية الأبقار، كيما الخضروات، كيما النباتات العطرية، كيما الزهور، كيما أي إنسان أي حاجة فإنتاج فلاحي. الصيد البحري وما أدراك الصيد البحري، خاصة إحنا موجودين في صيادة اللي هي معناها معتمدية رائدة في قطاع الصيد البحري، واليوم اللي هي ولاية مستير باش نعطيكم علم، هي الولاية الأولى على مستوى إنتاج الأسماك الزرقاء مثلا السمك الأزرق، وهي الأولى على مستوى تربية الأسماك. توا كما نقول على سبيل الذكر الشيء اللي تشوفوا فيه في صيادة هذه الكل، لكن فلايك هكملي الكل هكملي راهم 90% خذوا امتيازات على ما ذكرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خاصة أكل المشاريع الفالنسية وكذا وكل شيء. وكذلك فما مشاريع هما خاصة تربية الأسماك. توا وقت اللي نقولوا تربية الأسماك اللي معتمدية ولاية المستير هي الأولى على مستوى الجمهورية، راهو المشروع هو كلفة كبيرة. أما تبقى ما تنساوش المشروع بتاع تربية الأسماك ينجم يخلق لك برشا مشاريع أخرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتربية الأسماك، كما نقولوا النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري، كما نقولوا الوحدات المتنقلة بتاع غسل الشباك، الوحدات المتنقلة بتاع صيانة المعدات، برشا أفكار بتاع مشاريع. كذلك نسميه تربية الأحياء المائية، ما فهمش كان تربية الأسماك، فما برشا مشاريع كما نقولوا ينجم يكون تربية الطحالب، ينجم يكون تربية الأسماك بتاع المسجد تريمولينا، تبارك الله تمشي في الصيف تلقى العباد على البرد في صيادة تلقى معناها ما تلقاهمش حتى باش يشريو تريمولينا وكذا وكل شيء. نجم فكرة بتاع مشروع تكون تاع صنع القطعة بتاع الأسماك وتصالحها للصيد وكذا وكل شيء، خاصة بور دي زاماتور. راهو فما برشا مجالات، برشا مجالات بتاع استثمار سواء كان في الفلاحة وخاصة في لي ميكرو بروجي. علاش احنا تو مثلا ناخذ الواقعة بتاعنا كيما نقولوا صيادة ودمتة وبحجر، ما عندناش أراضي شاسعة تاع استثمارات كبيرة، يلزمنا نخمو في دي بروجي يكونوا عندهم مساحة صغيرة أما عندهم مردودية كبيرة وإنتاج كبير وكذا وكل شيء اللي ينجموا. وعلى مستوى هذايا عندنا في السكرين أمثلة كبيرة تاع مشاريع صغرى، أما تلقاهم مثلا تبارك الله ساعات تلقى مشروع صغير يخدم لك في 4 أو 5 من الناس، خاصة فك النباتات بتاع الزينة ولا بتاع الأحباق ولا بتاع النعناع ولا القرنفل وكذا وكل شيء، هكم لي كل برشا أفكار بتاع مشاريع. وكذلك احنا توا كي ناخذ الميناء بتاع صيادة بارك الله عليه، كان نشوف الفلايك اللي موجودة فيه، أما أني نعرف والواقع بتاعه راهو فيه برشا فرص بتاع استثمار خاصة في قطاع الخدمات المرتبطة بالصيد البحري. توا وقت نمشيو للصيادة
ناقصين مثلا ورشات نتاع اصلاح نتاع معدات سيد بحري، ناقصين ورشات نتاع مثلا تركيب اشباك، ناقصين برشا افكار نتاع مشاريع خاصه في النقل المبرد لمنتوجات السيد البحري. النجم يكون فما مشاريع اخرى مثلا نتاع صنع قشور الثلج اللي فيه اقبال كبير ياسر في الصيف. هذه برشا افكار نتاع مشاريع. الافكار هذه راهي هي مجرد فكره تجي من عندكم، واحنا تبناوها وراهي الامتيازات، تاريخ الحصول على الامتيازات ماهيش صعيبه ياسر، وراهي سهله بكل كي، واحنا نعاونوكم باش نساندوكم وكذا كل شيء، والفكره تجي من عندكم. وفي الاطار هذا راهو حتى الدوله عامل امتياز خصوصي، حتى اللي ما عندوش ارض ويلقى فرصه باش يشري ارض تعطيه قرض باش يشري الارض هكي باش يعمل عليها المشروع نتاعو، توصل قيمه الارض حتى 150 مليون، واذا كان ينجم يشريها حتى مع المنوالديه باش يعمل عليها المشروع، قيمه الارض 75 مليون. هذا اضافه لوكاله بنود الاستثمارات في الاحياء اللي هي اداره جهويه وتعطي الامتيازات. عندنا فضاء اللي هو محضنه مؤسسات، محضنه مؤسسات هي فضاء تاع احتضان للباعثين الشبان اللي كيفكم انتم، وهو زميلتي غادة تعطيكم فكره اضافيه خاصه على باش المشاريع المتجدده وعلى كيفيه الاحاطه بالباعثين اللي كيفكم انتم. مرحبا بكم، هذه فكره اوليه وان شاء الله تجي المبادره منكم، واحنا على استعداد باش نعاونوكم ونوصلوكم للمبتغى نتاعكم. بارك الله فيكم. عسلامة. غادة بالحاوي مناسبة نتاع محضنة المؤسسات الفلاحية. المحضنة موجودة هي في معهد علوم البحار طريق خنيس، هذا هيك المساندة تابعة لخدمة الاستثمارات الفلاحية. الهدف من محضنة المؤسسات هو مساندة الباعثين الشبان أصحاب الشهادة العليا من متخرجين من التعليم العالي. كما قلت لكم العنوان نتاعها موجود في معهد علوم البحار طريق خميس. الهدف كما قلنا مساندة الباعثين الشبان أصحاب شهادة. النشاط نتاع المحضنة ينقسم لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو أصحاب استقطاب حاملي أفكار المشاريع، تبدا عندك فكره نتاع مشروع والا حتى مش موجوده مازلت معناها تخمم. عندنا ننظموا مكاتب ميدانيه ورشات مبادره تعاون باش تجيك الفكره نتاع المشروع. اون فوا عندك الفكره فما جلسات عمل وموائد مستديره باش نساندوك باش الفكره نتاعك تولي مبلوره. المرحله الثانيه انت كباعث وليت عندك فكره مشروع واضحه ومعناتها على اساس باش تمشي تقدم باش تعمل مشروع. نوفروا لك خبراء، فما تكوين زاد تكميلي، وفي الاطار هذايا زاد ننسقوا مع مكاتب التشغيل، ننسقوا مع السونتر دافير، باش اذا كان احنا التكوين ما نجموش نوفروه احنا، يوفروه للاخرى. اون فوا مخطط الاعمال انجزناه، بالطبيعه فما انكادرمون كل يصير في هذاك، فما بعديك فما البحث عن مصادر التمويل. بالنسبة للمشروع صارت البحث عن التمويل والبيع سيء معناتها في البروجي نتاعو انستاليه، فما متابعة على طريق المحضنة وطريق لابيا، نساندو البعث إذا كان فما مشاكل، إذا كان مستحق إعانة بعد ما يكون مشروع انتصب سيء. الفولي الثالث عندنا برنامج محطات التجارب النموذجية. التجارب النموذجية عندك فكرة متاع مشروع مجدد متاع ما صارتش قبل، والفكرة انت تخاف باش تجربها وحدك. المحنة تتحمل معاك الريسك هذاك، التمويل يكون على طريق المحنة، تكون تجربة مصغرة معناها يا اما في اللابوغاتوار يا اما في المحنة، احنا وشنو التجربة تستحق. اون فوا التجربة هذاك الغزلتا يكون بوزيتيف، تولي باش ننتقلوا للمرحلة اللي حكينا عليها تأطير والمرافقة باش ينتصب الباعث الحساب الخاص. إذا كان الريزلتا ماهوش معناتها نيجاتيف معناها يا إما يلزم نحسنوا في الفكرة يا إما وإلا نتخلاو عليها جملة، معناها الفكرة مجددة ما نجموش نطبقوها مثلا في تونس ما نجموش، وإلا باش تكون مكلفة أكثر. دونك احنا ننشروا من بعديك الريزلتا على أساس راهي الفكرة المجددة هذيك هاو علاش ما تخلينا عليها وشنو الأسباب. بالنسبة لنا احنا كمحضنة عندنا ثلاثة تجارب نموذجية رجعت. التجربة الأولى اللي صارت هي تجربة الزراعات العمودية،
التجربة الثانية هي إنتاج طعم الأسماك الأستيكو، والتجربة النموذجية الثالثة هي تربية أسماك جاروروفا. وإن شاء الله أنا مش نعطيكم فكرة كبيرة عليهم التجارب هذوما، اللي يحب يزيد يتعمق فيهم ينجم يتصل بينا في المحل. هذه تجربة جاروروفا. باش نعطيكم بعض النماذج نتاع مشاريع رافقنا في الانتصار. التجربة الأولى، المشروع الأول هو إنتاج نباتات طبية والعطرية وتركيز وحدة للتجفيف واستخراج الزيوت. هذه هي جدول الاستثمار والتمويل نتاعها. المشروع الثاني هو نقل مبرد منتوجات الصيد البحري. كيف؟ إحداث منبت لإنتاج منشأة الخضروات. خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد وحماية النباتات. وبالطبيعة هذوما الكل يتمتعوا بمنح على طريق وكالة النهوض والثمرات الفلاحية. التجربة الرابعة، غراسة الهنج واستخراج زيوت روحية على النمط البيولوجي. فما منحة تاع الفلاحة البيولوجية توصل 30% تعطى على طريق وكالة النهوض والثمرات الفلاحية. والمشروع الأخير هو إنتاج تحالف مجهرية إسبيغوني. شكرا على حسن الاستماع. هذه العنوان نتاعنا والكومبيوتر.